أكشن. دي آن بتبقى محامية شاطرة، وبنعرف إن هي عايشة مع جوزها وعندها منه بنتين توأم، وبنعرف إن جوزها كان متجوز زمان وعنده ابن من مراته القديمة، وابنه ده شاب صغير عادي يعني، فاهم، شاب عادي في سن المراهقة. وبنعرف إن هما دلوقتي بيجهزوا له البيت والغدا وبتاع، عشان عارفين إن ابنه اللي من مراته القديمة ده هيجي عشان يعيش معهم في البيت، عشان هو قرر إن هو ما يعيش مع مامته تاني. وبعدها بشوية بنشوف الشاب ده هو جاي وبتاع، وهما بيستقبلوه، وبنعرف إن الواد ده اسمه جوستاف. وبعد كده بيقعد بقى وبيأكل معاهم وبيتعرف على بناتها الصغيرين، فاهم، والشويتين دول. وجوستاف بيبقى باين عليه ان هو شاب، فاهم، خجول شويتين. وبعد ما بيخلصوا تعارف على الواد وبتاعه مش عارف ايه، والشويتين دول بيدوا له نسخه من مفتاح البيت. وتاني يوم بنشوف ان وهي في اوضه جوستاف، وبعد كده جوستاف بيكون لسه طالع من الشاور وبتاعه، بيبقى رابط وسطه بالفوطه، فهي بتتكلم معاه وبتحاول تفكه عشان شافته ان هو لسه متنشن عشان لسه داخل البيت وبتاع، تقول له يا اسطى احنا عيلتك ومش عارف ايه، وهو دي ملامح وشه زي ما انت شايف كده. وبيجي الليل وبنشوف ان وهي مروحه من الشغل، ولما بتخرج من الشغل بالصدفه بتلاقي ميدالية المفاتيح اللي فيها مفتاح البيت اللي اديتها لجوستاف اول يوم جه سكن معاهم فيه. المهم ان هي بتحط المفاتيح في الشنطه، وبعد كده بتروح وبتقابل بنت، والبنت دي المفروض ان هي بتبقى عميله عندها وبتبعرفها قضيه على ناس علشان هم اختصبوها، وهي بتبقى جايه لان تقول لها ان هي عايزه تتنازل عن القضيه وبتاع، عشان خايفه ان القاضي في المحكمه ما يصدقهاش. وان في الاخر بتحمسها ان هي ما تتنازلش عن حقها وبتاع، وبتقنعها في الاخر ان هي ما تتنازلش عن القضيه. وبنعرف ان البنت دي قضيتها تاني يوم الصبح. وبيجي تاني يوم وبنشوف ان وهي بتجهز نفسها عشان تروح شغل. وبنشوف ان جوستاف وباباه هما الاتنين بيكونوا بيتخانقوا مع بعض، عشان باباه بيتحكم في تصرفاته وبتاع، عشان هو لسه ما بلغش السن القانوني. وجوستاف بيبقى مش عاجبه الحال ده، عشان هو شايف نفسه ان هو راجل وعايز قراراته وتصرفاته كلها تبقى من دماغه، وعايز مساحه حريه اكبر من اللي هو فيها. وبعد كده بتروح على المحكمه، وبنعرف ان هي خسرت القضيه بتاعت البنت، وبتقف معاها تتكلم معاها شويه وتواسيها وبتاع، وبعد كده بتسيبها وكل واحد بيروح لحاله، وان بتروح على البيت. ولما ان بتروح البيت بتكتشف ان البيت بتاعها متدغدغ، وان في حراميه دخلوا البيت بتاعها وسرقوا كل حاجه غاليه جواه. المهم بتبدا ان هي تنظف في البيت وبتاع ومش عارف ايه، وبعد كده بتاخد هدوم جوستاف عشان تغسلها، وبالصدفه بتلاقي المفتاح اللي هي المفروض لقيته قدام المكتب بتاعها لما كانت مروحه من الشغل، والمفروض ان هي من ساعتها سايباه في الشنطه ونسيت ان هي تدهوله. وبعدها بشويه بنشوفها وهي قاعده في الصاله، وجوستاف بيبقى داخل عليها، وهي بتبدا تواجهه ان هو اللي سرق البيت وهو اللي كسر البيت بسبب المفاتيح اللي هي لقيتها في جيبه، عشان هي اصلا كانت لقيتها قدام الشغل عندها بالصدفه ونسيت ان هي تديها له. المهم ان هي في الاخر عشان محاميه شاطره عرفت ان هي تقفشه، وفي الاخر قالت له ما تقلقش انا مش هقول لحد حاجه، بس كل اللي انا طالباه منك ما تبقاش متوحد كده، فاهم ايه، وخليك اجتماعي والدنيا هتلاقيها جميله. وفعلا بعد كده بنبدا نشوف جوستاف بقى وهو مندمج معاهم ومع عيالها وبتاع، والدنيا معاهم بتبقى حلوه، والولا خلاص فكوا بقى ايه من حاله التوحد اللي هو كان فيها دي. وفي مره بنشوفهم وهم قاعدين مع بعض، وقاعدين هما الاثنين بيسكروا وبتاع، وبعد كده بيقعدوا يهزروا مع بعض وبتاع، وهو بيبقى عامل تاتو على ايده. المهم التاتو اللي هو عامله ده بيعجبها وبتاع، وهو بيقول لها ان هو بيعرف يرسم تاتوهات وبيرسم لها واحد. وتاني يوم بنشوفهم وهم عندهم عزومه في البيت، ناس صحاب جوزها وبتاع، وهي بتبقى في حاله غريبه كده، بتقعد ترقص وبتاع، فاهم، بيبقى باين عليها ان هي، فاهم، واخده اكستاسي. المهم ان هي في الاخر بالليل بتكبر دماغها من الحفله، وبتسيب جوزها وبتاع، وبتاخد جوستاف وبتروح على بار، وبيقعدوا هما الاثنين يسكروا مع بعض. وبعدها بتروح البيت بتبقى سكرانه تينا وبتاع، وجوزها بيقعد يتعارك معاها عشان احرجته قدام الناس وبتاع، وسابته ومشيت. وبعد كده بيبدا يبان عليها ان هي ابتدت تسرح كتير وبتاع، وبتقعد تفكر في جوستاف، لحد ما في يوم بتبقى مش عارفه تنام وبتاع، وفي الاخر بتتجنن في دماغها، وبتروح على جوستاف الاوضه بتاعته وبتجيبه سكه وبعدها بتبدا ان هي تقرب من اندرو وبتاع، وبتاخده تشتري له لابتوب ومش عارف ايه، وبتروق عليه. وبعد كده بنشوف ان وهي في الشغل عندها، وبتقابل بنت في مكتبها، وبنعرف ان البنت دي بتعاني من العنف الاسري، عشان باباها كل يوم بيروح وهو سكران وبيقعد يضرب فيها. وان بتحاول ان هي تقنعها ان هي تكلم الشرطه عشان يساعدوها وبتاع، بس البنت بترفض عشان بتبقى خايفه من باباها. ومن بعد كده بقى بنشوف شوجر مامي دي عايشه فتره حب بقى، فاهم، مع جوستافو ديت، يعني فاهم، حبه كتير كده، ودخلوا بقى يغوطوا في الغويط مع بعض. وبيفضلوا على هذا الحال لحد ما بيجي عيد ميلاد بناتها، واثناء عيد الميلاد جوستافو بيبقى واقف معانا على جنبه وبتاع، وبيقعد كده، لحد ما في الاخر بالصدفه بنكتشف ان اخت ان بتبقى واقفه وشايفاهم، وان بتبقى مصدومه عشان اختها كانت شايفاها وهي في الوضع ده. وطبعا ان بتجري ورا اختها وبتحاول ان هي تشرح لها الموقف، بس اختها بتديها كلمتين في جنبها وبتاع، وفي الاخر بتفوقها عن اللي هي بتعمله، والجو بقى اللي هو عايشه مع العيل الصغير ده. وان فعلا بتبدا ان هي تفوق لحالها وبتاع، وبتبدا ان هي تغير معاملتها مع جوستافو تماما. وجوستاف اثناء الحفله لما بياخد باله ان ان معاملتها ابتدت تتغير معاه، بيبدا ان هو يفك دماغه بقى، وبيطلع فوق الشجر وبيبدا يحدفهم بالفاكهه، وبيحرق ابوه واهله كلهم قدام المعازيم في عيد الميلاد، لحد ما في الاخر بيتزحلق وبيقع على الارض. وباباه بيبدا ان هو يتعصب عليه عشان احرجه قدام الناس، لحد ما بيجي الليل وبنشوف ان وهي قاعده مع بيتر جوزها اللي هو المفروض ابو جوستاف، وبتقول له دلوقتي قدامك خيارين، يا احنا وعيالك
يا ابنك، لان احنا الاثنين ما ينفعش ان احنا نقعد في بيت واحد مع بعض. وبيتر طبعا بيبقى محتار ومش عارف ياخد قرار. وتاني يوم بنشوف ان وهي واقفه مع جوستاف، وهما الاثنين بقى بيتكلموا في كل اللي حصل. وان بتقول له بقى ان انت خلاص فاهم اللي احنا بنعمله ده كان غلط وبتاعه ومش عارف ايه، وفكك بقى ايه من القصه اللي احنا كنا عايشينها دي. وبعد كده بنشوف ان وهي قاعده مع بيتر، وبيتر بيقول لها ان هو هياخد جوستاف وهيسافر شويه. وان بتبقى قاعده في البيت ومستغله ان مفيش حد غيرها هي وبناتها بس قاعدين في البيت، وبتحاول ان هي ترجع الدنيا زي ما كانت زي الاول، لان هي بسبب جوستاف ابتدت تهمل في بيتها وفي شغلها وفي حاجات كتير مهمه في حياتها. وبرده بتروح لاختها عشان تحاول تصلح الدنيا ما بينها وتغير الفكره عنها من ساعه ما شافتها في الحفله في وضع وحش مع جوستاف. بس اختها بيبان عليها ان هي مش متقبله اللي هي عملته وبتاعه، وبتبقى فعلا باين عليها ان هي زعلانه منها عشان شافتها في وضع وحش زي ده. وان بعد كده بتاخد عربيتها وبتمشي، ومن كتر التفكير بتسرح وبتعمل حادثه. بس بنعرف ان هي طلعت من الحادثه سليمه وما حصلهاش اي حاجه. ولما بتروح البيت بتكتشف ان بيتر رجع هو وجوستاف من السفر، وان فعلا بيبقى باين عليها القلق من كتر الخوف والرعب اللي هي عايشه حواليه بسبب الحاله اللي كانت عايشاها مع جوستاف. لحد ما بيتر وان هما الاثنين بيقعدوا يتعشوا مع بعض وبيبقوا بيتكلموا وبتاع، وبيقول لها ان اثناء ما هو كان مع جوستاف وهما مسافرين انهار من العياط واعترف لي ان هو عمل علاقه معاكي. وهي بتبدا ان هي تنكر الكلام اللي هو بيقوله ده، وبتقول ان هو كذاب وان هو غرضه ان هو يبوظ حياتنا مش اكتر. وبيتر بيبقى بقى في النص محتار مش عارف يصدق مين فيهم. وبتبدا هي كمان تعترف عليه ان هو اللي حاول ان هو يسرق البيت، وان هي كشفته وما رضتش تسيح له. وبتبدا بقى ان هي تتعصب وبتعمل نفسها زعلانه، وان هي هتمشي من البيت طالما هي كانت كده كده اصلا مقرره ان واحد منهم هو اللي يمشي في البيت، فخلي بقى ايه جوستاف معاك وانا هاخد عيالي وهمشي. وفي الاخر بيتر بيهديها وبتاع، بيقول لها خلاص ومش عارف ايه، وفاهم بيحضنها والشويتين دول. وبيجي تاني يوم بقى وبنشوف بيتر وهو قاعد مع ان ومع جوستاف، وبيبداوا بقى كلهم ان هم يتكلموا في اللي حصل وبتاع. وجوستاف بيقول له ان انا ما بكدبش عليك، وان اللي حصل بيني وبين مراتك اللي هي ان دي ده حقيقي مش كدب. وبيتر بعد كده بيبدا ان هو يتعصب عليه، وبيقول له البيت اللي انت قاعد فيه دوت مبني على الثقه وبتاع، وانت لو مش هتمشي معانا على نفس الخط فانت يا اسطى مالكش مكان في وسطنا. انت من اول ما جيت وفي مصايب ومشاكل عماله تحصل لنا وبتاع، واحنا من قبل ما انت تخش البيت ده كانت الدنيا عادي ومفيش اي حاجه. وبعد كده ان بتروح على جوستاف وبتحاول ان هي تتكلم معاه وتهديه وبتاع، فبيقول لها تفو وبيسيبها وبيمشي. وان من هذه اللحظه وان راسها والف سيف، جوستاف مش هينام في البيت النهارده. وفعلا جوستاف بيلم هدومه، وبيتر بياخده بالعربيه وبيوديه عند امه. وبعد كده بنشوف بيتر وهو قاعد لوحده، وبنفهم ان هو زعلان عشان المفروض في السن بتاع ابنه ده المفروض ان هو يبقى واقف جنبه مش يتخلى عنه. وعلى الجانب الاخر بقى ان من بعد ما هو مشى من البيت ابتدت تحس باستقرار شويه، وابتدت ان هي ترجع حياتها طبيعيه زي الاول، خاصه لما بنت من البنات اللي هي كانت بتقول لها قبل كده لو تفتكر ان هي بتعاني من العنف الاسري عشان باباها بيسكر وبتاع، بتكون جايه لها في البيت ببوكيه ورد وبتاع، وبتشكرها بسبب ان هي ساعدتها ووقفت جنبها. وده بيفرح ان وبيديها طاقه ايجابيه ان هي بقى ترجع لحياتها الطبيعيه وتبدا ان هي تروح الشغل من تاني. وفعلا بعد كده بنشوفها وهي رايحه المكتب بتاعها عشان تشتغل وبتاع، وهناك بنشوف جوستاف وهو قاعد في المكتب بتاعها وقاعد مخصوص مستنيها، وبتتعامل معاه بكل هدوء لحد ما بتسحبه عندها المكتب وبتقفل عليهم عشان محدش يسمعهم. وهو بيقول لها ان انت لازم تعترفي لابويا بكل اللي حصل بينا، عشان بسببك انا خسرت ابويا للابد. وبيقول لها يا اما كده يا اما هبلغ عنك، لان اللي حصل ما بيننا ده غير قانوني، وانا قانونيا لسه قاصر ومسؤول من اهلي. وان بترد عليه وبتقول له يا اسطى انا ما بتهددش، وكل اللي انت بتقوله ده بلح، لان كل اللي انت بتقوله ده مفيش عليه ولا دليل. ومن هنا جوستاف بنبدا نشوف ان ملامح وشه اتغيرت، وبيبدا يفهم ان هي كده سيطرت على الموقف وقلبت الحكايه كلها عليه، وكده ملهاش رجعه. وبتقول له حلها الوحيد دلوقتي ان انت تروح تتاسف لابوك والدنيا ترجع طبيعيه زي الاول، وننسى كل اللي حصل ويا دار ما دخلك شر. بس جوستاف ما بيجيش معاه الكلام ده سكه. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف جوستاف وهو رايح البيت عندهم، وبيبدا ان هو يقف قدام البيت ويزعق وبتاع، وان بعد كده بتنزل له وبتقعد تسمعه كلام زي السم لحد ما في الاخر بيعيط وبيمشي. وبعد كده بنشوف ان وهي مع جوزها، وبيبقوا قاعدين كلهم مع اصحابهم معزومين على العشاء في حفله، لحد ما في الاخر بيتر بيجي له تليفون من طليقته اللي هي مامت جوستاف، وبتقول له ان جوستاف لحد دلوقتي ما ظهرش، وهي مش عارفه هو فين، وهي قلقانه عليه جدا. فبيرد عليها بيقول لها ان هو هيتصرف وبتاع، وبعد كده بنعرف ان هو بلغ الشرطه عن اختفاء جوستاف. وبيتر بيكون روح البيت بيلم حاجته وبتاع عشان يرجع على المدينه اللي فيها طليقته اللي المفروض جوستاف عندها هناك، عشان يقف جنبها بقى في التحيات ومش عارف ايه وكده عشان يلاقي ابنه. وقبل ما يطلع من البيت ان بتقعد تتكلم معاه، وبتقول ان الشرطه لقت جثه جوستاف في الغابه ميت، وبيقولوا ان هم بعد ما شرحوا الجثه عرفوا ان هو مات بسبب الاوفر دوز بتاع المخدرات والكحول. وبيتر بعد ما بيسمع الخبر بينهار، لان هو اصلا من جواه بيبقى متضايق عشان المفروض ان هو يقف جنب ابنه بدل ما يطلعه من دايره حياته. وان بتبدا بعد كده بقى ان هي توصيه وبتاع ومش عارف ايه. وبعد كده ان وهي لوحدها بنشوفها وهي فعلا بتعيط وبتبقى زعلانه جدا على جوستاف واللي حصل له، وده لان ضميرها بيأنبها عشان هي اكبر سبب اللي خلت جوستاف ينتحر. ومن بعدها بتبدا بقى ان هي تشوف شبح جوستاف وبتاع، وبعد كده بنعرف بقى ان هي بعد كده جوزها طلقها، وان هي سابت شغلها، وان هي في
المهم ان نهايه صاحبي الحرام شمال ما بيكملش ما بيدومش. يعني انت لما تمشي شمال وانت بتتقدم في حياتك بالشمال بقيت الاول على العالم، الاول على القاره، الاول على المجره، ولا حاجه. احمد زي الحاج احمد، علا زي مدام علا. ولكن اللي هيخليك ان انت مختلف عن الناس دي كلها ان انت تعمل لايك سبسكرايب تفعل زر الجرس اتفرج على اللي فات استنى اللي جاي، تنزل تقول لنا رايك في الكومنتات في جوده الصوت الكلام ده كله، تشير لو الدنيا معاك حلوه ومفيش اي مشاكل. فاهم انت ايه يا اسطى مالك انت بتعملني وحش ليه كده؟ كات. الفيديو ده على ورقه وقلم احمد فارس وحنجره احمد فارس بتاع سيكولوجي بالعربي. انا اهو ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.